تتجه كل أنظار واهتمام وسائل الإعلام والصحفيين ونواب ومتطوعين وناشطين في ميادين الهجرة إلى ما أعلنه رئيس الوزراء إدوار فيليب. فقد كشف رئيس الوزراء عن سلسلة من الإجراءات الجديدة الهادفة للسيطرة على ملف الهجرة حسب تعبيره. نريد أن نستعيد التحكم بسياسة الهجرة، وأقصد بذلك تحمل مسؤولية خيارات دقيقة حول استقبال المهاجرين واندماجهم، وبالتالي فإن منح وثائق الإقامة مبني على مبادئ وأسس واضحة كنا قد وضعناها. من أهم الإجراءات الجديدة التي أعلن عنها تسريع إجراءات اللجوء وتقليص مدة دراسة طلب اللجوء إلى 6 أشهر بدلاً من عام، وهو قانون تم إقراره في عام 2018 لكن لم يتم الالتزام به نظراً لارتفاع أعداد طلبة اللجوء. افتتاح مراكز احتجاز إداري في مدن ليون وبوردو وغيرها، وتفعيل إجراءات ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين، وتسريع نقل الأشخاص الذين تنطبق عليهم شروط اتفاق دبلن، أي الذين لديهم طلبات لجوء أو بصمات مسجلة في دول أوروبية أخرى. فما هي انعكاسات هذه الإجراءات على طالبي اللجوء؟ سلبيات رح تواجه بغض النظر إن كانوا سوريين أو غيرهم من طالبي اللجوء، أنه بالجديد صار في تجديد أكثر. يعني اليوم اللي عم بصير من نقاشات هو ليس تغيير القانون وإنما إجراءات جديدة. نحكي أول شيء بستة صارت لعشرين إجراء، فبالتالي أهم شيء رح يأثر على اللاجئين أو طالبي اللجوء هو التأمين الصحي يلي رح يتم تأخيره لمدة 3-4 أشهر لحتى يحصل على هذا التأمين، كونه وبرأيه رئيس الوزراء أو وزير الداخلية أنه هو هذا الشيء هو جاذب للمهاجر أو اللاجئ لحتى يصل على فرنسا. أما فيما يتعلق بالصحة فسيتعين على طالبي اللجوء الآن الانتظار 3 أشهر قبل أن يتمكنوا من الاستفادة من التغطية الصحية الشاملة والضمان الاجتماعي باستثناء الحالات الطارئة. هذا وتسعى الحكومة إلى تحديد حصصها من المهاجرين حسب احتياجات الدولة في قطاعات العمل، حيث منحت فرنسا العام الماضي 33,000 تصريح عمل. سجلت فرنسا ارتفاعا كبيرا في طلبات اللجوء والهجرة غير الشرعية في السنوات الماضية. نواب فرنسيون يقولون بأن ساركوزي حلم بسياسة الحصص، وماكرون جسد حلمه وجعله أمرا واقعا. على الدين صلاح، تلفزيون سوريا، باريس.